انهيار وبكاء وصراخ يسرى في جنازة الفنان الراحل أحمد خليل ووصيته، وتبكي وتنهار وتقول أطيب قلب في الوسط الفني راح. وليلى علوي كمان تنهار وتبكي خلال تشييع جنازة أحمد خليل. بعض الفنانين اللي حضروا هم مين؟ وصيته اللي تم الإعلان عنها وآخر كلماته المبكية اللي هزت قلوبنا جميعا، وفاته المفاجأة والمرض اللي كان بيعاني منه، امتى تدهورت حالته الصحية وهو كان لسه بيمثل في مسلسل إلا أنا خلال الأيام الماضية. كل التفاصيل هتلاقوها معانا في البداية. نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه الصلاة والسلام، وبتمنى من حضراتكم تدعوا له بالرحمة وبالمغفرة. الفنان أحمد خليل توفي عن عمر يناهز 80 عام بعد صراع مع كورونا. طبعا كانت حالته كويسة ومفيش اي حاجة، ولكن كورونا بتاخد مننا في لحظة، ممكن حد يتوفى. هو بقاله 10 ايام مصاب، تدهورت حالته الصحية خلال الساعات اللي قبل وفاته، وتم نقله للمستشفى، وبعدها طبعا يعني لفظ انفاسه الاخيرة داخل المستشفى. والناس اللي كانت متواجدة معاه بيقولوا ان هو فضل اخر حاجة بيعملها بيقرأ قرآن، وكمان كان عمال يتشهد، وكان نفسه يقدر انه يصلي او يقوم يصلي، بس ما قدرش يعمل الحاجة دي. طبعا وصيته، هو كان طالب من اهله ومن عائلته انه ما يعملوش عزاء، ولكن هم لقيوا ان في محبين كتيرة قوي ليه، فطبيعي ان هم يعملوا عزاء حتى لو على الضيق في مكان يتجمع فيه الناس اللي جايين علشان يواسوهم في وفاة والدهم. الفنان الكبير طبعا أحمد خليل ابن محافظة الدقهلية، والده ما كانش حابب أبدا ان هو يدخل الفن، ولكن هو تخرج من الثانوية العامة وبعد كده دخل والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. طبعا شفنا النهاردة إلهام شاهين وهي منهارة، ولكن بكاء يسرى بالتحديد هو اللي أثار الجدل بعتذر كتير قوي، خصوصا ان يسرى مش من عادتها تحضر جنازات كتيرة الا اذا كان حد مقرب منها. شفنا الفنان الكبير رشوان توفيق اللي ما بيسيبش جنازة او عزاء يروح يحضره حتى في عز تعبه، ربنا يديله الصحة وطول العمر. هو كان صديق وهو عنده 86 عام. يسرى النهاردة فضلت تبكي وتصرخ وتقول كان فنان محترم، أعماله محترمة، وجوده على الشاشة كان بيفرحني. لما آخر لقاء اتقابلت معاه فضل يقول لي انت وشك دايما جميل وبشوش، انت كل اللي بيشوفك لازم يحبك يا يسرى، وان دي آخر كلمات قالها ليها، علشان كده ما قدرتش تأثر في حضور جنازة الفنان أحمد خليل. شفنا كمان الفنانة عفاف شعيب اللي النهاردة حضرت الجنازة والعزاء بتاع الفنان أحمد خليل. شفنا بعض الفنانين الشباب ولكن مش بالكثرة، يعني ما كانوش كتار أو حاجة، كان عدد بسيط، على الرغم من الجنازة بتاعته كانت جنازة مهيبة، ولكن كلها كانت من محبينه والناس اللي بتحبه من أهله ومن زاويه. ربنا يصبر طبعا أهله ويصبر بنته اللي في حالة يرثى لها، كانت بتصرخ أثناء دفنه وأثناء وجوده داخل المقابر، فضلت تصرخ كتير جدا جدا، ولكن الجميع حاول يواسيها في الموقف الصعب ده. طبعا هي دي الصور من أثناء الجنازة النهاردة، وإن شاء الله ربنا يرحمه يغفر له رحمة، يغفر له مغفرة واسعة، لأنه بجد فنان محترم وفنان جميل، ربنا يرحمه، ادعوا له كتير جداً.